هلو، هاي، هاو ار يو؟ كيف الحال يا رابع؟ ان شاء الله اموركم تمام. طبعا توداي راح انهي الوحده ال 8، يونت 8، اي ويل فينيش ات. راح ناخذ تمارين الاكتيفيتي بوك از ريفيجن، يعني كمراجعه، ونعمل تشيك قبل الوحده. هيك انا بكون انهيت الوحده تمام، عشان نشوف الاسبوع الجاي شو راح ناخذ. اتوقع راح يكون عندنا ريفيجن للامتحان، وراح احكي لكم انه ماده الامتحان فقط اتوقع هاي الوحده، لانه هذولاك اخذنا فيهم كلهم. اتوقع راح احدد لكم بس الوحده الثامنه، لانه الباقي اخذناه فما فيش داعي اعيد وازيد. اوكي، خليني لما اشوفه اقرر. يعني الان راح ننهي الاكتيفيتي بوك. سو ايفري ون اوبن يور اكتيفيتي بوك بيج نمبر. طبعا امبارح قلت لكم هذا ما بدنا اياه، هذا كمان ما فيش رايتنج. يعني بدك تكتب انه تكتب بويم، قصيده عن الفيوتشر تمام، وبدنا نراعي فيها الاليتريشن الجناس، ونكتب شو ممكن يصير بالمستقبل. طبعا احنا اخذنا جمل زي هيك وشرحناهم، فما راح اطلبه منك، انسى موضوعه. الان بدي انتقل للتدريبات المهمة اللي هنا اللي بتكون داخلة معك في الامتحان. هذا طبعا الفوكابيولري، هذا مهم جدا، تعرف كلمات انجلش انجلش. هلا اي هاف تو، في عندي بازل، هاي اللعبة الكلمة أحزر شو هي وأكتبها هون. هلا أنا ما بهمني أكتب هون، بهمني أعرف إيش هي الكلمة وأحلها هون. Birds have this on their bodies، موجود على جسم ال birds. إيش مغطي جسم ال birds؟ Feathers، ريش. بكتب هون Feathers. طيب the colored part of a flower، هلا الوردة مش هي هي ال colored part، الجزء الملون شو بنسميه؟ اها، بيتل. بتل the row of bones that goes down our back، هلا ظهرنا من ورا في عنا عظام هيك نازل من فوق لتحت، هذا اللي بنسميه، هو هيك كله فقرات عظام، شو بنسميه؟ اها، اللي هو ايش؟ السباين. ولها كلمه ثانيه باك بون، اللي هو العمود الفقري، بس احنا اخذناها سباين. plants grow in this، هلا النبتة أنا وين بحطها عشان تنمو؟ يعني بحطها في مكان، في شيء، and it is brown، لونه بني حتى تنمو. إيش هو هذا الإشي؟ في السويل، في التربة، صح؟ birds use this to fly، هلا البيرز شو بيستخدم حتى يطير؟ هذول اللي بيرفرفان الوينجز، أجنحة. طيب هلا البارت الثاني من هاي اللعبة، the part of a plant which is under the ground، هلا النبتة أنا هيك زارعيتها، هي من فوق مبينة زي هي، هذا الجزء، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه إيش؟ roots، جذور. طيب the part of a flower that you hold، الجزء من الورد، هلا أنا لما أقطف وردة أنا بمسك هذا الجزء، صح؟ هذا الجزء شو اسمه؟ yes stem. ستيم زي ساق يعني. thick soft hair on an animal's body، هو هو زي شعر ناعم وخميل، يعني بيكون مغطي جسم الحيوان، شو بنسميه؟ زي الكات، فرو. هون snakes and fish have this on their skin، يعني هاي الجزء بغطي جسم الفش، السمك، والأفاعي. إيش هو؟ فقط يعني مشترك بين الفش والهذا اللي هم سكيلز. سكيلز يعني إيش؟ حراشف. حراشف. This help fish and dolphin to swim. هلا شو اللي بيساعد السمكة والدولفينز يعني حتى يسبحوا؟ الفينز، زعانف. تمام، هذا التدريب مهم جدا. اوكي، مهم جدا جدا. question number 2، في عندي هاي حلوة، هاي لعبة في كلمات جمل مخربطة، بدي ارتبهم واعرف شو كل جملة. كل جملة يعني تحكي عن حيوان معين، اخر اشي بدي احذر مين هذا الحيوان شو اسمه، بناء على المعلومات الفوق، يعني انه له كذا ريش، له اجنحه مثلا، بيسبح تحت المي، معلومات عنه بدي اعرف مين هو.
اوكي يلا مع بعض نلعب اللعبة. دائما لما ارتب جملة ببدأ في سبجكت، دائما اي جملة سبجكت فيرب زائد اوبجكت، فعل فاعل فعل مفعول به. طيب وين الفاعل؟ اي بدي فيرب اي ليف. وين انا وين بعيش؟ هو بقول عن حاله ان ذا سي، اذا هو حيوان بحري سي انيمال. تيو لما اجي ارتب الجملة ببلش في فاعل، مين الفاعل؟ اي بدي فعل haven't got، ما عندي I haven't got a spine، ما عنده عمود فقري يعني رخو، إذا بعيش في المية ومش له عمود فقري. كمان شو بقول رقم 3 I haven't got، كمان نفس ترتيب الجملة I haven't got، ما عنده لا spin لا fins ولا scale. I haven't got لا أملك يعني fins or scales، لا عنده لا حراشف ولا زعانف. أوكي طيب إذا بعيش في المية، ما إله عمود فقري وما إله حراشف ولا زعانف، بس إيش بقول؟ I've got lots of arms، عنده إيدين كثير. I've got lots of arms، عندي أذرع كثيرة كثيرة. طب مين هذا أبو أدين اللي بيمشي تحت البحر وهو لا ماله يعني هو رخوي يعني ما له عمود فقري ولا له حراشف ولا زعارف؟ مين هو؟ عرفته؟ yes طبعا أنا عرفته هنا، اللي هو إيش؟ octopus. من أدينه عرفناه إحنا، له أدين كثير an octopus. okay an octopus. طيب هذا ما بهمني، هذا تدريب مهم جدا. طيب هلا بدي اسال اسئله واجاوب عليهم. What are you doing Jane؟ وبدي اعرف شو الاجابه الصح. هلا طلع لي number 1 What are you doing Jane؟ شو بتعملي يا جين؟ هلا سؤال في الاي ان جي، اجابته شو راح تكون في الاي ان جي؟ will I'm watching ولا I watched ولا I will watch؟ بما انه في الاي ان جي بدي اجاوب في الاي ان جي راح تكون ايه. 2 is it collecting nuts، قاعد بجمع nuts مكسرات. طيب هلا لما سؤال يبدا في is it، انا عندي احتمال اجابتين، اما yes it، ما انا بحكي yes it is او no it isn't، فقط هذول الاجابتين الصحيحات. بجي بقول هنا yes it can، لا yes it will، لا yes it is صح، لأنه بلش في is فبتكون it is. 2 will it eat all of them now، رح يأكلهم كلهم الآن. هلأ أنا حكيت لك إذا سؤال بيبدأ في will أنا عندي إجابتين yes it will أو no it won't، لأنه حسب شو بلشت. هلأ بصير أقول no it doesn't، أصلا ما بلشت في doesn't، بصير أقول مثلا دقيقة بلا تعبت شوي، بصير أقول no it won't hide them for the winter، بده يخبيهن للشتاء، ولا راح أحكي no it will hide them for the winter. هلا كيف بقول؟ هلا طلع هون هون نفي، بقول لا بده يخبيهم للشتاء، هاي الإجابة الصحيحة. هون بقول لك لا ما بده يخبيهم. هلا الواحد النملي لما تلم السنجاب يلم الأكلات ما بياكلهم، هو بخبيهم للشتاء، اذا no it will hide them راح تخبيهم للشتاء. squirrel squirrel do you think it will find them again، هل تعتقد انه راح يلقاه مره ثانيه؟ شو بقول؟ i think it didn't forget them yes. هلا انا ما انه بلش في do you yes او no، تمام yes او no. شو بقول؟ yes it won't forget about them، ما راح ينساهم. اوكي لانه بحكي عن الفيوتشر it will، فهون بتكون it won't، يا اما it will او it won't. 4 why does it need to collect food، ليش بجمع الطعام الان؟ هلا because it won't eat in the winter، لانه ما بده ياكلهم في الشتاء، ولا because it won't be hungry in the winter، ما بده يكون جيعان في الشتاء، ولا because there won't be much food in the winter، لانه ما في اكل كثير في الشتاء. سي هلا الشتاء ما في يعني محاصيل ولا إشي، فما فيش أكل.
My mom feeds the birds in the winter. أمي بتطعم البيردز بالشتاء. طيب شو أنا بحكي هنا؟ That's good. We shouldn't help animals. هذا جيد، إحنا مش لازم نساعد الحيوانات. ولا That's good. We mustn't help animals. هذا جيد وإحنا كمان مش لازم نساعد الحيوانات. ولا That's good. We need to help. لازم نساعد الحيوانات. هاي الإجابة المنطقية. تمام؟ إذن هاي هي درسنا لليوم، عملنا ريفيجن، أخذنا الفوكابيولري، أخذنا حزيري عن الحيوان، أخذنا هنا شوية قواعد لها علاقة باللي يعني بشكل عام لما أسأل سؤال وأجاوب عليه، خاصة في حالة الفيوتشر ركزوا لي عليهم، حلول التدريبات على الكتاب، ولنشوف الحصة الجاي الأسبوع الجاي شو راح ناخذ. أوكي، يعطيكم العافية.